ده غير اللي احنا بنعمله حاليا بقى في العالمين والعاصمة الإدارية وبعض مدن الجيل الرابع. لا ناس كتير راجعين من العالمين اليومين اللي فاتوا بيتكلموا على شكل الأبراج انه حاجة مبهرة يعني، وانا فهمت انه تم صب الأسقف الأخيرة فالعمل ماشي فيه على قدم وساق. احنا عندنا 15 برج شاطئي جاري العمل فيهم، وبعضهم تم الانتهاء منه في مرحلة انهاء الواجهات دلوقتي، ويوم 10/7 هيتم البدء في 5 أبراج أخرى. العمل لا يتوقف في حركة التنمية في مصر، 5 أبراج أخرى هيتم العمل فيهم. عندنا 3 أبراج هنبتدي فيهم هذا الشهر في مثلث ماسبيرو، عندنا مشروع تطوير ميدان التحرير وحضرتك شفته طبعاً. كان تعاون ما بين وزارة الآثار ووزارة قطاع الأعمال من خلال الإضاءة والإشراف الفني والتمويل من وزارة الإسكان للعمل اللي تم في ميدان التحرير. احنا كمان كان عمل عظيم ميدان التحرير يا فندم، لازم أهني حضرتك عليه.